بالعودة للموضوع الذي تحدثنا فيه في بداية البرنامج حول إعلان شركة 3IQ لإدارة الوصول الرقمية أنها حصلت على خطاب بخصوص خطاب من سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص إدراجها المقترح لصندوق البيتكوين في بورصة ناسداك. ينضم إلينا من دبي زاكري سيفارتي الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال، وهي الشركة التي اختارتها شركة 3IQ وهي أيضا منصة للاستثمار البديل يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي لتكون المدير المشارك للتوسع الإقليمي للشركة. سنتحدث زاكري عن هذه المنصة. أولا هي توفر الآن الإدراج المزدوج، إذا هل بإمكان المستثمرين فيها القيام بعملية الأربيتراج؟ فكرة الإدراج المزدوج هي ضمان أن يمكن الحصول على العوائد من الأسهم المدرجة في بورصة تورونتو. إذن الفكرة هي أن الأسهم المتداولة في هذه البورصة سوف تكون مطابقة للأسهم المتداولة في البورصة الأخرى، وهذا الأمر يحد من الفروق السعرية التي قد تكون موجودة بين السوقين، الحد من عملية الأربيتراج. في بورصة كندا بإمكان في بورصة تورونتو بإمكانك البيع على المكشوف، ولكن هذا الأمر غير متاح في ناسداك دبي. كيف سيتم التعامل مع هذه الخطوة؟ القدرة على الاقتراض في بورصة تورونتو والبيع على المكشوف هذا الأمر متاح للمستثمرين، لكن يمكن قول إن البيع على المكشوف بالنسبة لبيتكوين أو أي منتج يرتبط بها سيكون استراتيجية مريعة في 9 من آخر 11 عاما، وبالتالي لابد المستثمرين أن يفكروا مرتين قبل أن يمارسوا البيع على المكشوف في بيتكوين. أيضا أريد يعني أسألك عن بعض الفروقات بين ناسداك دبي وبين تورونتو قبل أن ندخل في تفاصيل الصندوق نفسه. أيضا في بورصة في ناسداك دبي هناك حد أقصى من الارتفاع وحد أدنى من التراجع، ولكن أيضا في تورونتو غير موجود، فكيف سيتم التعامل أيضا بهذا الموضوع بسبب الفروقات السعرية؟ حدود التداولات الموجودة في ناسداك دبي تخضع للمراجعة في إطار الإدراج المقترح، وفي نهاية المطاف هذه الحدود موجودة لحماية المستثمرين في المنطقة من الأحداث المحتملة التي قد تنجم عن شح السيولة في هذه الفئة. هناك سيولة، هذه الفئة من الأصول فيها سيولة كبيرة وهي مسعرة عالميا، وبالتالي لسنا واثقين من أن الحدود العليا أو الحدود الدنيا ضرورية في هذه السوق، لكن هذا الأمر حاليا خاضع للمراجعة في هذا الإدراج في السوق المحلية هنا. طب الآن حدثنا أكثر زاكري عن الصندوق نفسه، يعني حتى أنتم في تصريحاتكم تقولون بأنه سيكون متاحا لعدد أكبر من المستثمرين وسيكون هناك سهولة في التداول. ماذا تقصدون سهولة في التداول؟ الإدراج المقترح في حال طبق في المنطقة هو سيسمح للمستثمرين في المنطقة من الوصول إلى المنتج عبر السوق المحلية، عبر البورصة المحلية وعبر الوسطاء المحليين، وبالتالي الأمر سيكون مشابها لسهولة شراء أي سهم مدرج في الأسواق المحلية، وسيكون من السهل بيع الأسهم وشراءها تماما كما سيكون في أي منتج مدرج في البورصة. ونتوقع أن تكون هناك سيولة كبيرة بما أن السيولة الضمنية لهذا الأصل هي تبلغ تريليون دولار لفئة الأصول هذه أي بيتكوين بحد ذاتها، والصندوق الأساسي مدرج في تورونتو ولديه أصول مدارة بمليار و540 مليون دولار، وهذا الأمر يتجاوز بقيمته قيمة الكثير من الشركات المدرجة هنا. نتحدث عن السيولة تحديدا، ذكرت بأنه سيتيح سيولة، ولكن بورصة ناسداك السيولة فيها منخفضة بالمقارنة مع مثلا سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي المالي، لماذا تم اختيار ناسداك ولم يتم اختيار سوق فيها سيولة أعلى؟
السيولة هي أمر له علاقة بالعرض والطلب. هناك طلب على الانكشاف على بيتكوين. هناك سيولة وهناك أنابيب، والسيولة تمر عبر الأنابيب إذا جاز التشبيه. ناسداك لديها أنابيب وأنظمة قوية وشبكات قوية مع الوسطاء والبنوك المحلية، ومن خلال هذه الأنابيب نحن نعتمد عليها. لكن أي صندوق يدرج في البورصة هو يستقطب السيولة. الفكرة هي أن هناك بورصات تستقطب السيولة. بصراحة المنتج والشركات هي من يستدرج السيولة، وبيتكوين وصناديق بيتكوين أظهرت أنها لديها قدرة كبيرة على جذب السيولة، وخاصة أنه وبعد الإدراج سنكون أمام المنتج الوحيد المدرج في الأسواق المحلية وهو سهل الوصول إليه من المستثمرين في المنطقة. طب هذا يجعلني أسألك زكري، عادة يعني العملات الرقمية معروف عنها بأنها ليست منظمة ولا تتبع قوانين، عندما تقومون اليوم بإدراجها ضمن صندوق يكون هناك بعض القانون ولكن القوانين، ولكن الأساس هنا يبقى العملات الرقمية. كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع؟ كيف يمكن أن نقنع المستثمرين بأن هذا الأصل بالفعل موجود، خاصة عندما نتحدث عن المستثمرين التقليديين؟ Absolutely. So the whilst many cryptocurrency exchanges, معظم بورصات العملات المشفرة غير خاضعين للتنظيم، لكن الغاية من هذا المنتج هو أن يكون لدينا قناة منظمة بالكامل تسمح للمستثمرين بالحصول عبر الصندوق إلى المنتج. نحن أمام أطراف خاضعة للتنظيم من سلطات في أمريكا الشمالية كما هو الحال في هذا الصندوق، ونتحدث هنا عن كندا والمنطقة. وبالتالي الأمر لا يقتصر فقط على الصندوق بحد ذاته الذي يوفر البنية التحتية التشريعية، بل كل الأطراف المعنية أيضا مدرجة أو بالأحرى عفوا خاضعة للتنظيم، وهي خاضعة لآليات حوكمة وآليات طمأنة ترتبط عادة بمؤسسات الاستثمار. طيب زكري، أسألك سؤالا شوي خاص كمستثمر. أنت هل تستثمر في هذه العملات الرقمية؟ وألا تخاف مع الأسعار والتذبذب الكبير الذي نراه اليوم في سوق العملات الرقمية؟ ألا تخاف أن تكون فقاعة؟ أنا شخصيا استثمرت في بيتكوين واستثمر فيها منذ العام 2011، ومقتنياتي في بيتكوين تفوقت في أدائي على مختلف الأصول في آخر 9 سنوات من أصل 11 عاما. وأنا شخصيا لن أبيع مقتنياتي من بيتكوين قريبا، وسأحتفظ بهذه البيتكوين التي كانت استراتيجيتها قوية. ومن المهم بالنسبة لأي مستثمر يريد الانكشاف على بيتكوين أن ينظر إلى المدى البعيد في استثماراته في بيتكوين، بخصوص حركتها المستقبلية والعرض والطلب عليها واتجاهها المستقبلي. كل هذه العوامل تظل داعمة لبيتكوين على المدى البعيد، وهي في حالة صعود. نعم، هي محفوفة بالمخاطر وهي متقلبة، ولابد للمستثمرين يأخذوا المخاطر بعين الاعتبار. لكن من الواضح أن بيتكوين لا ترتبط بفئة أصول أخرى، أي أنها عنصر تنويع مهم في المحفظة لأي مستثمر. وحاليا بما أن بيتكوين بلغت قيمتها تريليون دولار كفئة أصول، فالمستثمر الذي لا ينكشف عليها سيكون يخاطر، وخاصة أنها أصبحت عملة الإنترنت الرقمية. زكري سيبارتي الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.